أدائنا التسجيل. شكر لكم الأخت مشاعل أيضا اللي أعطتنا الصلاحية، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. والشكر للجميع طبعا بعد الله، بعد الله سبحانه. طيب بسم الله. نبدأ في بعض النقاط. راح أبدأ أول شيء في نقطة مهمة، هو الملف اللي أرسلته لكم أنا. مشاركة الشاشة، خلينا ناخذ الشاشة. الملف اللي أرسلته لكم وطلبت من الجميع أن يحتفظ فيه، اللي هو الملف هذا، شايفينه ولا لا؟ بس أعطوني، أنا عرضت بي دي اف فايل، هل هو واضح؟ هذا واضح واضح يا ابو ريان. ممتاز. طيب بس بشكل سريع نتكلم عن بعض النقاط الموجودة هنا. طبعا هذه يلخص نظرية داو، مبدأ الموجات إليوت، يعني كمرجع يصير لكم. اللي حبيت اني انا انبه منه هو صوت، كتم الصوت، كتم الصوت على الاذن. مياو يا حليل. بسم الله، ربي يحفظه ان شاء الله، او يحفظه ما ادري. طيب بسم الله، الله يحفظ ويبارك ان شاء الله. اللي حبيت ان انوه عنه وانبه له، في الساحه ستجدون مراجع كثيره، وفي الساحه ستجدون محللين كثار، او كثر مثل ما يقولون كثار يعني، وفي الساحه ستجدون مراجع كثيره ومقاطع وفيديوهات، وتجد كل واحد عنده طريقه، ويقول لك في التحليل الموجي هو كذا، النسحه بالفايبو كذا، لا الثاني يقول لك في التحليل الموجي كذا. انا اعرف موقع احترافي باشتراك بفلوس اجنبي، اجنبي حط له قوانين من عنده، وكل الموجات الاي بي سي عباره بالنسبه لهم الشارت معبى دبليو اكس واي دبليو اكس واي دبليو اكس واي دبليو اكس واي دبليو. يا اخي اي بي سي ليه ليه تعقدها؟ وهي هي هي اي بي سي. البعض يتجه الى 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 انه يزبرق الشارت ويلمعه بوضع رموز كثيره عليه، دبليو اكس واي ومدري ايش، ودبليو اكس واي اكس زي، واي بي سي دي اي، لا ما الامور اسهل من كذا بكثير. فقد تمر عليك بعض الصور ولا غيره، وكانت سابقا تطرح لنا بعض الصور والمقاطع، ويذكرون مثلا ان لاحظ القاعده هنا تقول كذا. انا ما علي منها هذا، اي موقع جايبه منه انت اللي يقول لك القاعده تقول كذا ولا غير؟ انا اخذ من المصدر، من إليوت ويب انترناشونال، ما علم من موقع ثاني ولا ناس ثانيه تحط. ولا ننسى ان هناك إليوت المحدث المطور، ان يدخل شخص بريطاني او امريكي وغيره يقول لك لا انا هذا إليوت القديمه مبنيه على اسس قديمه على سوق قديم، انا عندي إليوت المطور، ويبدا يفصل الموجات بشكل اخر مختلف تماما. ما هو تماما، لكن بعض الاختلافات فيه موجوده. وثم تصدم في واقع وتقول يا اخي انا انت تقولون كذا وانا اشوف كذا، وانتم تقولون كذا وانا اشوف كذا. ولا تصير عندكم عقده الاجنبي فقط لانه هو اجنبي وضع الترقيمات هذه، معناته هو كلام قران منزل، مو صحيح. انا وجدت في تويتر كثير محللين اجانب كبار يضعون شارتاتهم وتوصياتهم، وكنت اشوف فيها اخطاء، كنت اشوف فيها اخطاء، وحفظت بعض وعرضتها لكم قبل ما نبدا الدروس هذه من فتره، قلت وش رايكم في هذا وش رايكم في هذا، وكان فيها بعض الأخطاء بدون ذكر المصدر طبعا. لذلك انتبهوا انك تاخذ المعلومة اخذها من المصدر، تاخذ معلومة من شخص ينقل قول له انت ناقلها عن من، من وين، والله لقيتها وين لقيتها، عطني عطني اللينك المصدر هذا على اساس ان انا وياك نلتقي عند نقطة معينة. اما تحط لي اي صورة واي ترقيم واي قاعدة تقول والله لقيتها مكتوبة، ما علي انا من جايبها، انا علي هل هي مبنيه على ما ذكر في كتب إليوت وفي وما يطبق في مدرسه او في اكاديميه إليوت ويب انترناشونال، اهلا وسهلا. غير كذا انا ما علمها. هذا شيء مهم. لذلك بعض النقاط قد تجد البعض ايضا يضيف ارشادات او قواعد اخرى غير الثلاثه، ويقول ايضا هذه قاعده وهذه قاعده وهذا، يضيف كيفه. هو إليوت وضع ثلاث قواعد أساسية، بعضهم أضافوا من عندهم قواعد أو جزأوها،
ياخذ قاعده واحده ويجزئها بالنص، ثم يقول لك هذه القاعده الثالثه، هذه القاعده الرابعه، هذه القاعده الخامسه، هي ثلاث قواعد، لكن كلنا يفسرها بالشكل اللي يبي. مثل ما راح نشوف امامنا هذا مرجع جميل جدا، لكن فيه ايضا بعض الاضافات، يعني يعني نطلع عليها ونشوفها مع بعض بشكل سريع. نماذج فنيه ومعرفة ايش نظريات داو، ما هي اساسيات نظريات داو، ما ادري واصل لكم الصوت، كل شيء واضح عشان اواصل؟ اوكي. اساسيات داو، نظريات داو، طبعا مهم الواحد يقرا نظريات داو، هذا مهم. قبل ان تبدا في اي مدرسه تحليليه لازم تقرا داو وش قال، اقرا اكتب كذا نظريه داو او داو ثيوري، اكتبها كذا بيطلع لك كامل باللغه الانجليزيه او عربي موجود. وهذا ملخصه هنا وذكرناه سابقا في درس كلاسيكي، اتجاه السوق الاساسي، هذه من اساسيات نظريه داو. فالسوق يتحرك في ثلاث حركات رئيسيه، وثلاث حركات رئيسيه اتجاه السوق، حركات الاساسيه للسوق ان تكون صاعده بولش، يسموه صاعده تسمى بولش، بولش رالي صاعد يعني، والبيرش هو الهابط، موج الهابط يسمونها بيرش رالي. تستغرق حركة اتجاه السوق حسب تلك الأيام، سنة أو عدة سنوات، يعني كلها على فريمات مختلفة. اتجاه السوق الثانوي هذا واحد، التحركات الصغيرة للسوق في اتجاه رئيسي، اتجاه ثانوي تحركات صغيرة، اتجاه رئيسي صاعد، موجات اثنين وأربعة هذه تسمى اتجاه ثانوي، لأنه عكس الاتجاه، الاتجاه لا زال قائم صاعد ما تغير. فهذا الاتجاه الثانوي تكلمنا عن حركة، ما هنا يقول لك حركة الاتجاه الثانوي هي ردة فعل تصحيحي عكس اتجاه السوق، حركة السوق الأساسي. طيب ما لي بنطول فيها، التحركات الصغيرة وهذا اللي ندخل عليها على فريمات صغيرة، وتستغرق من 3 أسابيع أحيانا، من يوم إلى 3 أسابيع على شارت الديلي مثلا، وهي المكون الرئيس رئيس للتحركات الكبيرة الأساسية، يعني بناء عليها تبنى الحركات الكبيرة. استخدام متوسطات للتأكيد للاتجاه، وهذا من مبادئ داو، شفنا سابقا أن المتوسطات لا نقصد فيها المتوسطات المتحركة، المتوسط 50 و100 و200، لا، المقصود فيها المتوسطات اللي هي مؤشرات السوق من القطاع الصناعي، القطاع النفطي، البنكي، قطاع تنمية، قطاع كذا، يجب أن كلها تدعم نفس الاتجاه. لو حصل بينهم دايفرجنس واختلافات خاصة في القيادية، خاصة بالقيادي، القطاعات القيادية، هنا نعرف أن في خلل في الاتجاه وقد يحصل عنده تصحيح أو نزول، وذكرتها لكم في التحليل الكلاسيكي. يبقى الاتجاه صاعد حتى تظهر علامة انعكاس السعر بوضوح. وش علامة الانعكاس اللي تحدث السوق؟ كيف نعرف علامة الانعكاس؟ وش قلنا؟ ما هي علامات الانعكاس في الاتجاه؟ أولاً وين راح هذا؟ لكل موجة أنت تحللها عشان تعرف أنك بدأ يحدث انعكاس عندك في السوق، ومهما تحركت بتعرجات وصاعدة ورايحة وجاية، علامة الانعكاس له طالما أنه يشكل لي قمم أعلى وقيعان أعلى، درس كلاسيكي بحت، فأنت باتجاه صاعد إلى أن يهبط، محاولة أن يشكل لقاع صاعد أيضا، إلا أن يشكل لي قاع صاعد وقمة صاعدة، إلا أن يشكل لي قمة هابطة. وكيف نقول هذه هابطة؟ لما تعاود النزول وتكسر قاعها اللي بدأت منه هنا، أول ما تكسره هذه إشارة أن بدأ يتحول الاتجاه من قمم قيعان صاعدة إلى قمم قيعان هابطة. تتأكد بأنه يكون لي قمة أخرى ويبدأ يكسر القاع الآخر، خلاص أنت الآن اتجاهك بدأ يتغير، هذه إشارة، هذه إشارة انعكاس، إشارة انعكاس الأخرى اللي هي ترسم أصلا بخط ترندي لامس القيعان كلها، كسر برجع أختبره نزل خلاص انتهى، كسر الترند هذا عندي. وأحيانا نستعين بعد الله سبحانه وتعالى بالقناة السعرية، ما
نرسم قناه سعريه لتاخذ دور ترند. وين ما تكسر القناه السعريه هذه نبدا ناخذ حذرنا، نعرف ان الاتجاه هذا تم انعكاسه، تم الانعكاس. ايضا اشارات الكونفرجنس والدايفرجنس تعطيني اشارات ان فيه تحول راح يجي في الموجه. اذا لما اشوف السوق ماشي بالشكل هذا واشوف قطاعات القياديه في السوق ماشيه ايضا معها بنفس الوتيره، ثم اصل الى القمه هذه اللي هنا واللي هي هذه اللي واقف عندها الان، عفوا القمه هذه اللي قبل القمه الاخيره هذه اللي هو واقف عندها الان، ويسجل قاع ثم يصعد يسجل قاع ادنى عند المنطقه هذه. انا اعيد عفوا امشي مع نفس الموجه هذه عشان نشوف كيف القطاعات تبدا هنا. لاحظوا هنا بدل ما يروح يواصل مع نفس الاتجاه وقف منتصف المسافه وعكس. اذا عندما يكون المؤشر معطيني الاشاره هذه هنا انه صاعد، القطاع جالس يتحرك في الاتجاه المعاكس تماما. يعني لو اخذت هذه حطيتها تحت هنا بين لي الفرق. الفرق ان عند القمه هذه، عند القمه هذه هنا شوف هذه معها، هذه معها هنا نفس القمه اللي بعدها القمه كانت صاعده، الا ان القمه اللي تشكلت هنا كانت هابطه هذه. وهذا هو اللي يحصل عندنا اللي نسميه دايفرجنس. دايفرجنس وهذا يؤكد لي بان في مشكله في 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 الاتجاه اللي امامي، انه راح يتغير راح ينعكس، بالاخص لما تدعم المؤشرات ايضا بالاسفل. اذا المؤشرات يجب نتاكد بعضها، لازم هذه ايضا تمشي مع اللي فوقها بنفس الاتجاه، ما تعطيني اتجاه مخالف. هذا من النقاط اللي ذكرت هنا. يبقى الاتجاه صاعد حتى تظهر على عمليات الانعكاس. ايضا المتوسطات السعريه تعطيك اشارات انعكاس. احجام التداول تعطيك اشاره انعكاس. كيف احجام التداول تعطيني اشاره انعكاس؟ اجد ان احجام التداول في المنطقه هذه في المنطقه هذه هنا كان السهم نازل، احجام التداول كانت بهبوط، فجاه عند قبل نهايه الموجه تبدا احجام التداول تتصاعد 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 بشكل ملحوظ ماشيه، الا لما نجي للمنطقه اللي بيجنا عندها نلقاها تمشي عكس اتجاه الصعود، سهم يواصل صعود احجام التداول تبدا تنخفض. هذه اشاره الانخفاض واحجام التداول هي اشاره انه امامك تصحيح قادم عند المنطقه هذه، في احتمالات تصحيح جايه. بدل ما كان صاعد الان اصبح يمشي في اتجاه هابط. وهذه نجدها كثير تحصل في عفوا اشيل هذا، بس تحصل كثير في الاسواق. دائما تجد احد الاشياء والمؤشرات نستخدمها هي الفوليوم، احجام التداول. خلنا نشوف لو اقدر اضيف فوليوم هنا. هذا احجام التداول، ونلاحظ ان احجام التداول بدات بالتصاعد، وهذا معناته ان في دخول سيوله وغيره، الا ان عند نقطه واحده من انطلاق السهم الى فوق الاحجام بدات تنخفض، وهذا اشاره الانخفاض. هذه اشاره انه وجود تصريف، السيوله جالسه تخرج. لا يغرك الصعود هذا كله، انتبه الان لاي اشاره انعكاس اطلع بسرعه، لانه واضح ان الانعكاس مثلا في الحركه السعريه، مثل ما حدث معنا ايضا في المؤشرات الار اس اي مثلا، كان صاعد 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 وفجاه مع الصعود بدا يعطينا قمم هابطه. هذا يتماشى ايضا مع احجام الفوليوم.
الشارت مثل ما نشوفه الآن أمامنا، راح أشيل الفوليوم، راح أطفيه إن أحتاجه. مثل ما نشوف الشارت اللي أمامنا هذا، راح نرجع له بعد شوي بس أتكلم عنه بشكل سريع عن هنا. مبادئ الموجات إليوت، وتقرأ عنها وش موجات إليوت، موجود الملف عندكم. لاحظ أن إليوت ويف يقوم على نفسية وسيكولوجية المضاربين، حتى في أحداث اللي تصير اللي رصدوها في بعض الأماكن، حتى في هوليوود وإنتاجهم لأفلامهم في ديزني وغيره، وهذا الشغلات وجدوا أن أفلام السعيدة والجميلة والقصص الحلوة كانت تصير في الترند الصاعد، أما أفلام الرعب اللي نشرت كانت كلها في الترند الهابط. متمشي المود، مود الناس كيف. طبعا فلسفة أخرى، الدورة كاملة، هذه الدورة كاملة تعتبر المثلث اللي رسمت لكم إياه سابقا، 1 2 3 4 ABC، 5 ABC. الفراكتل، الموجات تسير على بشكل فراكتل. فراكتل معناته نمط فني متكرر، أي أنها تبدأ بمثلث صغير ABC أو 1 2 3 4 5 ABC، ثم مثلث أكبر منها 1 2 3 4 5 ABC، ثم يدخل في تركيب مثلث أكبر بالشكل هذا، إلى أن يبني لنا موجة تاريخية كبرى. نفس سبحان الله، المخلوقات، ربنا خلق النباتات في نفس تتبع نفس النمط الفراكتل هذا، وأيضا نسب الفيبوناتشي داخلة فيها، فتجد أن نفس العدد بنفس الزاوية وبنفس الأبعاد من هنا لهنا، نفس بعد اللي هنا وهنا، سبحان الخالق. أيضا هذا الكرفس اللي تأكلون القرنبيط أو ما يسمونه، أيضا نفس الشيء، تلقى نفس الشكل الكبير هو نفس الشكل الصغير الداخلي، ويشكل نمط أكبر، ثم يشكل نمط أكبر في غصن كامل، ثم يشكل نبتة كلها أو الغصن الكبير، فهي تدخل في تركيبات موجات أكبر وأكبر. يعني النمط، لاحظ إليوت أن الأشكال هذه تتكرر، 1 2 3 4 5 ABC جالسة تتكرر بشكل أكبر وأكبر بكل موجة، بالشكل هذا اللي نشوفه أمامنا. والإطارات الزمنية، هذا الترقيم، الترقيم موجات للاستئناس، ما نبي ندخل بموضوع التفاصيل. سب مايكرو هو أصغر موجة اللي يسمونها مجهرية، تعطى الرموز هذه، الأرقام الرومانية I اللي هو 1 و2 و3 و4 و5 ABC. الموجة الأكبر منها المايكرو تأخذ اللي بقوس واحد، مثلا بقوس واحد فقط، 1 و2 و3. الموجة الأكبر منها سب مينيويت، تأخذ بين قوسين، لما تشوف بين قوسين خطوط رومانية، أرقام رومانية وحروف، هذه السب من الموجة، إلى أن تدخل الموجات الأكبر والأكبر. هذه الموجة مثل الماينر، الموجة المتوسطة، لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن عامين، وتأخذ ترقيمات هذه. هذا للعلم فقط، يعني ما هم مطلوب منك تعرف التفاصيل هذه يعني أو تتبعها بالدقة هذه. هنا الكلام لما نقف على الفريمات، الفريمات الزمنية، نلاحظ بالأسفل على اليمين رقم 6، هذا الفريم الشهري للداو جونز إندكس، هذا المؤشر داو جونز. لاحظ ان النمط التاريخي لامامنا، وهذا يدعوني الى ان نتجه الى الشارت مره اخرى ونبه لموضوع، والموضوع ذكرته في المقاطع السابقه. عندما نفتح الشارت بالشكل هذا، نلقى عندنا شارت ممغوط بالشكل هذا، وابدا ارقم 1 و2 و3 و4 و5، انتهت واحد هنا ABC، 2 هنا، ها هذه 3 وهذه 4 وهذه 5 كلها الطويلة ذي، والله ممكن، لا يمكن انتهت 1 2 3 4 5 لهنا، وبعدين 4 بعدين لا تدخل نفسك المتاهات هذه. قلنا نقطة مهمة وأعيدها الآن، في زر عندنا في الأسفل هنا وذكرناه، اللي هو في المنطقة هذه يسمى log. أغلب المنصات موجود فيها الزر هذا اللي تحت هنا اللي يشير للسهم بحرف LOG، log. عند دراسة الفريمات الشهرية والأسبوعية، monthly والweekly، طبعا اللي قبله أيضا هنا، نرجع ثاني،
اللي قبله هنا في المنطقة هذه أيضا لا ننسى عندنا فريمات أكبر، بس بعض المنصات ما تدرجها، في بعض المنصات الأخرى تدرجها، اللي هي الكيو اللي معناتها الربع سنوية، وأيضا الواي اللي هي ييرلي سنوية. كل الفريمات هذه من السنوي إلى الأسبوعي نفعل في زر اللاج LOG، لازم يفعل، يفضل إنه يفعل. يعني أروح أضرب عنده، نلاحظ شكل الشارت في يصير فيه تغير تماما. الآن الموجات مفصلة واضحة أمامك بوضوح الشمس. لاحظ الموجة هذه كلها اللي هنا دي، كيف لما أقفل على هذا شوف مسطحة تحت، كيف تحللها؟ تقعد تسحب بالشكل هذا وتسحب وتسحب وتفككها بالشكل هذا إلى أن تصل إلى وين أساس أن تفكك الموجة دي. لاحظ، لازم تقعد تسحب بالشكل هذا عشان تفككها. سهل على نفسك، فعل لوج لوغاريتمي، خلاص راح يجيبك الشارت مفتوح بالشكل هذا، وتعرف الآن أنت في أي موجة بالضبط بالمنطقة هذه. طبعا هذا شهري، هذا شيء إذا فعل على الشهري نفعل على الأسبوعي أيضا. الديلي اليومي وأسفل ساعة وغيره هذا يفضل أنه تخليه عادي، تروح لين طفي. ليه؟ لأنه لما نروح للديلي الآن تجد أنه لما طفي هذا المنطقة أبدا الاختلافات بسيطة جدا، ما في ذاك الاختلاف في التفاصيل الداخلية. أنا أتكلم فالاختلاف بالعكس، لما طفيته وضحت الموجات أكثر، أكبر حجمها. هذا للعلم يعني، بس إن ننتبه للنقطة هذه بسرعة. إذا هذا اللي نشوفه الشارت هذا مفعل في اللاج هذا السنوي. عند البحث في الفريم السنوي بالموجة كلها أكمل الموجة هذه، أنت الآن خلاص عينك المفروض تكون مركزة على الرابعة والخامسة، هذا الضلع الأخير. ما عليك القبل، أنت ترقمه هنا 1 2 3 4 5 5، هل انتهت ما انتهت ما أدري، عاسس إني حدد انتهت ولا ما انتهت. أدخل بتفاصيلها الداخلية، وين أروح؟ أروح إلى بدال السنوي أروح إلى الشهري. الشهري يجيب للتفاصيل السنوية للضلع هذا. وضحت عندي المسألة 1 2 3 4 5، أتأكد أروح إلى الأسبوعي. الأسبوعي فصل لي إياها أكثر، اللي هي الموجة هذه الخامسة، هذه الخامسة فصل لي إياها أكثر الآن، أنا أتأكد هل انتهت خمسة ولا لا. أيضا بتأكد من الخامسة هذه الأخيرة، هذه الخامسة الأخيرة، أدخل على الديلي، هذه ألقاها مفصلة عندي خمس موجات واضحة. أدخل على الخمس موجات هذه أتأكد منها أيضا للتفاصيل أكثر أدق، يعطينيها بالشكل هذا 1 2، ثم تبان لي الخمس موجات الموجودة في 3 1 2 3 4 5، عفوا لا إيه، تبان لي التفاصيل الداخلية الآن، هذه الثالثة فيها 1 2 3 4 5، الخامسة فيها 1 2 3 4 5. لا تراها بذاك الوضوح على فريم الديلي، لما تدخل على الساعة تتضح الآن. وبهالطريقة تنزل إلى فريمات أصغر إلى حد التك. التك طبعا ما في حد يحلل على التك، في البعض اللي يضربون هذا جنون. التك معناته بالثانية تك 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 تك، يصعد ينزل يصعد ينزل، صعب تتبعه بالطريقة هذه. فهذا المطلوب أنك تتنقل بين الفريمات بالشكل هذا. واضح؟ ممتاز. فلا تجي في شارت أمامي وتقول أخوي سعد أخوي محمد ايش رأيك بترقيمي هذا مثلا، أو تسأل أي الأخوان، أي من الأخوان الموجودين ايش رأيك بترقيمي هذا، صح ولا لا؟ بأمانة كشكل وترقيم صح اوكي، انا ما تداخلت الاربعة هنا، الثالثة فيها 1 2 3 4 5 حلو، الخامسة فيها 1 2 3 4 5 يا سلام، لا خلاص. لكن هل تستطيع ان تحدد بالشكل هذا ان هذه خمسة صريحة، الخامسة من الاولى، هل هي الخامسة من سي، هل هي الخامسة من اي؟
اذا كان 5 من A معناته النزول للجامعه راح يكون ذا كذا، يعني A B C 1.8 بيروح لاهداف اعلى. هل هي C معناتها بعدها انهيار؟ هل هي 1؟ من الصعب انك تسال اي واحد، اعطيك اياها انا ارقم لك اياها كذا واقول لك هذه صحيح، لكن في النهايه قد تصدم وانت حاط في اعتبارك ان هذه لما اكتملت 5 هذه بعطيها 1 وبينزل 2 ثم بيروح ل3 فوق، فجاه تلاقيه سحب لك السحبه هذه المحترمه وتقول يا الله شو اللي صار؟ انت قلت لنا يا اخي ان تحليلي صحيح، هي ادري ان تحليلك صحيح، لكن انت المفروض تبنيه على الفريم الاكبر مو بالمقطع هذا فقط. ان ما رجعت الفريم الاكبر بمعنى اني ارجع هنا اضرب بعد ما رقمته بالشكل هذا ارجع لويكلي وين مكانه؟ فوق. هذا وشو؟ هذه 5 مثلا كنت اعتقدها 1، فقد تكون الواحد هنا وهذه الثالثه هنا وهذه 5 ممكن هذه 5 موجات من 3 بمعنى ان هذه 1 وهذه 2 وهذه 3 بعدين 4 بعدين 5 تنتهي الخامسة. لذلك وجب انك تتجه الى الفريم الاكبر لتتضح الصوره اكثر واكثر بشكل هذا. وفعل اللوج لا تنسى، اللوج الان ساعدني اكثر. تجي لنفسك تقول والله بانت الصوره يمكن اوضح شوي، 1 و2 موجوده هنا يمكن 1 و2 او في المنطقه دي 1 و2 وهي 3 وهذه 4 هنا. طبعا ما اخذنا النمط هذا قد يكون في مثلث وانت ما تدري. ثم 1 2 3 4 5 طيب كيف بتتاكد من الامور هذه اذا ما دققت على الفريم الاكبر؟ اذا ما اخذت مستويات الفايبر حقتك ورسمت عندها، على الاقل لو تهت في المنطقه هذه، لو تهت في المنطقه هذه امامي 5 صريحه، لكن اثناء تشكلها وش فادتني فيه 5 صريحه دي؟ ما ابي اصيدها من البدايه، فكان المفروض من البدايه انك انت حاط قناتك السعرية على المنطقة هذه الرابعة تصحح إلى القناة، ساحب بسرعة الفايبو، والفايبو له في قصة على الفايبو الآن راح نتكلم فيها مع بعض للتنبيه. وأرسم والله 161 ضربت بالملي، هذه إشارة الثالثة، كويس ممتاز. فإذا ممكن تكون هذه الخامسة، والخامسة طول 1. فبهذا الشكل انت تحدد الموجة، ثم تتجه الى اذا كنت مضارب تتجه الى رسمها بالشكل هذا، وانت عارف في قرارة نفسك ان هذه قد تكون 5 واخيرة، ممكن 5 واخيرة اذا ما في مخاطرة. لا تجي تقول لي بعدها لا اللي بيصير هنا انه بينزل ب A و B و C ثم بيسجل 2 وبعدين بنروح فوق ان شاء الله في الموجة الثالثة الكبيرة. ليه بنيت على الفرضية هذه؟ لأنك لم تلقي نظرة على الشارت الكبير، لأني ممكن أنا أقول لك إيه صح 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 تحليلك ذا سليم جدا، بس تدري ممكن تكون هذه الـ A هنا والسي هنا والبي هنا، أنت راح تودي نفسك بداهية إذا بتحلل بالطريقة دي، راح تودي نفسك بداهية لأن إذا ما نظرت للفريم الأكبر تعتقد انها مجرد اي بي سي صغيره وخلاص راح نرجع ان شاء الله. واضحه؟ ممتاز. الفريمات تحدثنا عنها، راح ان شاء الله اني ما انسى الفايبو، ولو نسيت تذكرون يقول الفايبو لو سمحت. الموجة الحافزة هذه أنا حتركتكم الملف في الجروب، بس حبيت أن أنبع الشغلة. قواعد الموجة الحافزة، نلاحظ أنه هنا قال لك الموجة 4 لا تصحح أكثر من 100% من موجة 3، يعني أخذها لفة، لا تصحح 100% بمعنى لفها بشكل ثاني، 1 2 3 4 5 رجع الخطوط. فهو يقول الموجة 4 لا تصحح 100% أكثر من 100% من الموجة 2 هذه، ولا لا هذا اللي ذاكرين، من الموجة 3
وين طول الموجة ثلاثة؟ هذا أي ما تنزل 100% عن طول الموجة ثلاثة. ما هو صحيح الكلام هذا. الكلام أن الرابعة يجب أن لا تتداخل مع الأولى، هذه لا تتداخل مع الأولى، ما هو الثانية ما تتداخل مع الأولى، يعني مو عندها صلاحية تنزل لحد هنا طالما أنه ما في تداخل، هنا ممنوع. طيب، ونبهت لشغلة في خصوص الموجة بي والتداخل اللي ممكن يحدث أحيانا، بحيث إن الموجة بي تهبط في A وبي وسي، هل حصل لو نزلنا بأربعة إلى المنطقة هذه هل في تداخل إلى المنطقة دي؟ هل في تداخل هنا؟ اللي صار عندي اختفت، ليه كذا افتح لي شارت ثاني يختلف تماما، افتح لي شارتين، هل في تداخل يا اخوان عند المنطقة اللي وريتكم اياها؟ ليه طلع لي هذه لحالها غريبة، ما في تداخل. طيب، ممكن احد يفيدني وينورني، الله ينوركم ان شاء الله يا رب وينور بصيرتكم، وين يحصل التداخل ويصبح مقبول ممكن نقبله؟ قلنا في الاندنج دايجنو والليدنج دايجنو، ممتاز مشاعل، ممتاز ممتاز ممتاز. في الموجه العاديه، الموجه العاديه الاي دي اندنج دايجنو وايضا ال دي ليدنج دايجنو، ممتاز خوله. لكن الموجه العاديه ممكن يحصل تداخل، من اللي يقدر يفيدني كيف؟ ممتاز نور ما شاء الله ممتاز. احنا ذكرنا بان الموجه الثانيه واخذنا النمط الثاني اللي هو الفلات، ان الموجه زجزاج ولذلك لن يحدث تداخل، لكن من طبيعه الفلات ان المسطحه انها ممكن ترتقي الى ان تصل الى القمه هذه، بل قد تزيد عنها ولا لا؟ واذا زادت عنها يحصل عندنا تداخل في المنطقه هذه، والتداخل هذا مقبول، لان مثل ما ذكرت اختنا نور اليوم الارثوذكس اند والارثوذكس باتم والارثوذكس توب، الارثوذكس توب لقمه واحده وهنا، الارثوذكس باتم للقاع الصريح للموجه اثنين هو هنا. تداخل حدث وين؟ في موجه داخليه فرعيه الموجه بي، وهذا لا يبطل، وهذا لا يسمى بتداخل، راح نشوف بدرس المثلثات. طيب، غدا باذن الله ان الله احيانا ان الموجه هذه نخليها زكزاك، ثم نجي هنا في A و B و C و D و E وثم يصعد إلى الأعلى. نلاحظ المنطقة هذه حصل تداخل بينها وبين واحد ولا لا؟ هذه أربعة، هذه موجة أربعة، حصل تداخل ولا لا؟ حصل خولة، صحيح حصل التداخل، لكن التداخل اللي حصل هل هو نهاية الموجة الرابعة ولا في أحد أضلاعها؟ نهايتها ولا في أحد أضلاعها؟ في، ممتاز يا خولة، في أحد أضلاعها. التداخل اللي حصل عندي هنا هو تداخل في الموجة بأكملها تنتهي وين؟ هنا، الرابعة تنتهي هنا، أي نهاية الموجة الرابعة لا تتداخل مع واحد، وهذه نهاية الموجة الرابعة. أما هذا فهذا يعتبر موجة داخلية مثل الفلات اللي بساعة، الموجة مسطحة الفلات لما حصل تداخل معه ومع البي عادي. بتقول لي طيب هذا حين التداخل ما صار مع البي، التداخل صار مع واحد، أدري أنه صار مع واحد، ولكن في الجزئية الداخلية للموجة، وراح نشوف مقطع لجيفري كندي ويقول في الموجة هذه ايضا ممكن تواجد مثلث، ليه؟ لانه شاف تداخل، قال التداخل هذا لخبطنا الان، كيف تكون دافعه ومنطقه الموجه الثالثه مثلا وفيها التداخل هذا، وراح رسمها على المثلث وقال هنا النقطه هذه ممكن يحصل تداخل.
ليه؟ بالموجة الفرعية الداخلية وليس نهاية الموجة. هذا الأرثوذكس إند، نهاية الموجة الرابعة هنا، واضح؟ ممتاز. إذا المعلومات ثقة تامة، مراجع العربية كثيرة ما راح تعطيكم إياها، أنا جايبها من مصدر، ولذلك راح تغلبون الكثير في السوق، وقد تواجهون محترفين في التحليل ممكن ينضربون من المناطق هذه، يتعارك معك. لا هذا تداخل، هذا ما تقدر تقول له سلامتك. التداخل يحدث في شيء اسمه orthodox end orthodox up. وين نهاية الموجة الرابعة؟ مو عند الإي؟ إذا قال لك إلا، هل الإي تداخلت مع واحد؟ لا، خلاص هذه نهاية الموجة الرابعة هنا فوق. هذا للمعلومة وواجب الانتباه، يسعدكم جميع يا رب. أنتقل للملف مرة أخرى بس عشان لا نطيل الموضوع هذا. راح أتكلم عن الفايبو بعد قليل، الموجات الحافزه وكيف لما تدخل على فريمات وتجزء المناطق الداخليه. المثلث احد الموجات الخبيثه احيانا، يعني اللي ما يفتح عينه صح ويلقطها راح يدخل في سيناريوهات ثانيه، فممكن تجي عند الموجه هذه تقول هذه رننج فلات اي بي سي اي بي سي، وهذه هنا خمسه، وتكتشف انه هو مثلث وليس رننج فلات. فانتبه لما ناخذ المثلث راح نعطيكم فرصه مده طويله تمرنون على هذه قبل ما ندخل في الموجات المركبه. هذه انماط من الخطوط ورسمها وغيره، وهذه الموجه الثالثه والموجه، لاحظ هنا رجع وصحح المعلومه، الموجه الدافعه قال قواعد اضافيه، ما في قواعد اضافيه، لكن موجه اربعه لا تتداخل مع موجه واحد، هنا صححها. الموجه الثلاثه الداخليه يجب تكون دافعه، اماكن تواجدها هذا ما كنت واجدها، والشيء هذا تعرفونه انتم، وهذا التطبيق على شارت امامكم. ولاحظ ان حط السهم للموجة الرابعة، الرابعة لا تتداخل، حط يعني ما تنزل تتداخل معه الموجة واحد. هذه الرابعة هي من الثالثة طبعا اللي هنا اللي داخل، حط عليها دائرة ومفروض كأنه عكس ترقيم ما علينا. هذا هنا اوكي. امثله ابو ريان، يمكن بس تكبر الصفحه شويه عندك بخصوص الملف. ايوه كبر، ايوه واحد ثاني كذا، ممتاز. لاحظ المثلث، وهذا راح نشوفه بعدين. غالبا راح اتكلم عنه بعد شوي انا. واحد اثنين، طيب واحد، هل هذا مثلث يا اخوان؟ هذا اللي هنا، انظروا للترقيم اول بعدين قولوا لي رقم الموجه وش هو بالضبط، وهل هو مثلث ولا لا. وتد نور، برافو. لان في موجه، في اي موجه موجود؟ لا، ممتاز خوله. لا ليس مثلث، لأنه موجود في الموجة رقم واحد من ثلاثة، صح ولا لا؟ والموجة واحد ما تجي مثلث. بالضبط، برافو عليك حمزة. ليدنج دايجنو، والموجة واحد تكون ما تكون مثلث. هذه واحد اثنين، ثم الموجة الثالثة فيها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، انتهت الثالثة، هنا رابعة فلات واضحة، ثلاثة ثلاثة خمسة فوق، ثم نزول في الاندنج دايجنال، قد يكون هنا اذا حصل تداخل طبعا، واضح ان التداخل حصل. هذه موجه دافعه شكلها، يعني القوا نظره على الصور دي لانها تساعدكم. الامتداد وين يحصل وكيف شكله، واخذناها هذه، تقدرون تصفحون المعلومات هذه. هنا الامتداد صحيح وامتداد غير صحيح، واضح في اي موجه بالضبط. هذا الامتداد يحصل بالوتيرة هذه، الموجات الداخلية تزيد عليها أربعة، مثلا لما تكون الموجات الدافعة خمسة وتزيد عليها أربعة تصير تسعة، تزيد عليها أربعة تصير 13، تزيد أربعة 17، وهالشكل هذا. هذه الامتدادات اللي تحصل، مثل هنا
مواجهة أكبر، هذه الخامسة الأخيرة، ثم في 1 2 3 4 والامتداد في الخامسة أيضا في داخلها 1 2 3 4 أيضا امتداد، وأنتم ماشيين تمتد. أمثلة للانقطاع اللي يحدث في القمة والقاع، وأيضا الليدنج دايجنال اندنج دايجنال، القطريات في المتسعة واللي تضيق أشكالها. و نماذج القطرية الأمامية في إليت كانوا يتحدثون عن القطرية الخلفية، الأمامية لم تكن معتمدة عندهم، لكن روبرت براكتر اللي هو عراب المدرسة الموجية اكتشفها لكثرة تكررها وأضافها كنموذج. روبرت براكتر لاحظ أن القطرية الأمامية تتكون، لاحظ الخطأ هنا، أن القطرية الأمامية تتكون من كم؟ 3 3 3 3 3، هل هذه أمامية؟ برافو برافو خونا، 3 5 3 5 3 5. ولذلك عهود برافو، عبد الله برافو، لذلك انا احذر امام برافو، لذلك احذر من بعض المراجع ما فهمت، هل ممكن يكون صاحب الكتاب قصد ان سواء موجه دافعة أو قطرية في كلتا محافزتان يعني لن تصحح الموجة الرابعة أكثر من 100% من الموجة الثالثة؟ لا آخر حبيب، أنت أمامك ناس متلقين المعلومة، عندما تكتب كتاب أو تنشر منشورة يجب أن يكون واضح، ما تضع عرضة للتخمين، كل واحد يفكر فيه مثل ما يبي. قواعد الموجة صحيحة، 1 2 3 اذكرها، عندي تعليق اضافي على التداخل اللي يحصل في القطريه، المفروض يكتب يحصل التداخل في القطريه الى هذا المستوى لا يتجاوز كذا، ما هو بالشكل هذا. ولاحظ عباره قواعد اضافيه، هو لم يتفادى الخطا اللي ذكر سابقا، بل اضاف لك قواعد اخرى. لا ما اتفق مع النقطه هذه اخي العزيز، وقد يكون خطا في التعبير وليس إقلالا من شأن صاحب الطرح هذا، بالعكس، وأحيانا يجب أن ننتبه من جوجل ترانسليت. البعض يأخذ من المصدر ويروح يترجم على جوجل وينقل معلومة بشكل خاطئ، ويا ما أنا جبت العيد بالترجمة هذه، الترجمة اللي أقصدها في الإملاء بالجوال، كل ما أكتب لي كلمة يكتب لي إياها بشكل مختلف تماما. اللي هو ايش اختي خولة، اللي هو خولة اللي صاحب الكتاب قال نادر الحدوث، وشو بالضبط نادر الحدوث؟ اي نقطة؟ القطرية الأمامية قصدكم في المرجع هذا الكتاب، القطرية الخلفية هي 3 3 3. هذه الآن لما اتكلم في بعضهم المدارس الحديثة، المحدثين اللي حدثوا، التحديثيين اللي حدثوا المدرسة هذه صاروا يخلطونها، تجد فيها الأولى فيها ثلاثة فيها خمسة كلها واحد، لا هذا غير صحيح. لذلك أنبه من بعض المصادر، قد تكون معلومات منقولة عن طريق ناس وضعوا تصورات جديدة وحطوا المعلومة هذه على أساس أنها ثابته في كتب اليوت ولا غيرها، هي غير صحيح. اليوت اساسا لم يعتمد الا القطريه الخلفيه، لو رجعنا لمرجع الكتابه لا تجد اي ذكر للقطريه الاماميه، ولما اضاف روبرت براكتر ذكر فيها ان هي نفس الدافعه، اللهم ان اضاف لها ان تتداخل الرابعه مع واحد فقط لا غير، لتركيبات الداخليه 3 5 3 5 3 5، ولكن نادر الحدوث. رابرت براكتر لاحظ نموذج القطرية هنا كلام ان رابرت ان 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 ينسب الى رابرت براكتر، ما عمري قريت رابرت براكتر انه قال الكلام ده، لكن ممكن الواحد يبحث في الموضوع. قطرية أمامية في الموجة الأولى من الثالثة، الأولى من الثالثة، أوكي، فهنا يعطي مثال هو، لاحظ القطرية اللي صارت هنا متسعة، انها تختلف مو من على يضيق، وحنا ماشيين اندنج دايجنال ليدنج دايجنال، قطريه خلفيه متسعه او تضيق، هذه المعلومات عندكم. وهنا في امثله
عليها طبعا، هذا ممكن تصفحونه انتم بعدين. وهنا وزعها بالشكل الصحيح، القطريه الخلفيه والقطريه الاماميه، الموجات التصحيحيه وانواعها، عربي عرضي وكومبينيشنز وشارب، وهذه هي مسمياتها الداخليه. طبعا راح نستعرضها بعدين، وفيها وهذه ترقيماتها راح نشوفها مع بعض. وبدأ فيهم موجه 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 موجه. قبل ننتقل لدرس بكره، ممكن تطلعون على انواع المثلثات هنا، ولكن وجب التنبيه لنقطه. والنقطه هي تجد اختلافات موجوده عند بعض المحللين، بعض المحللين توجد بينهم اختلافات في قياس مستويات فايبو. انا اجيبها من المصدر، انا كيفه يعني، وما في شيء يقولك والله لا هذا خطا وهذا صح ولا غيره. بمعنى احنا ذكرنا ان تشوفون بعض الصور مثل خمس موجات الامامي هذه مثلا، لما ياخذ ويحط هنا الاكستنشن ويضع على قاع واحد وقمه واحد مثلا وقاع اثنين، هنا يعطيها هدف الموجه الثالثه وامتدادها. هنا امتدت قليلا الموجه الثالثه من الضلع الاول، لكن لو بغينا نقيس الموجه هذه باكملها من هنا الى القاع اللي تم تسجيله هنا هذه المنطقه دي، فنجد ان هذه وصلت ل 161.8. البعض اللي بغيت انبه الموضوع هذا وشو؟ قياس حسب اليت ويب انترناشونال، ان قياس هدف الثالثه اني اخذ من قاع واحد الى قمه اثنين مثلا الى قاع اثنين. البعض يقول لا، تاخذ اداه الريتريسمنت من قمه واحد الى قاع واحد، خلاص دور على 161، هذه 161 هذا. البعض يقول لك لا، انا نفس المنطقه هذه بس باخذ على الموجه الثانيه، من طول الموجه الثانيه فقط، ويروح ينظر الى 261 يقول امتدت وصلت 261. فتجد بعض المحدثين اللي حدثوا الامور هذه يتبعون الاساليب هذه، ويصير هنا لغط وخبط، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويمتنعون يعني، وما تتضح الصورة عند البعض، ويقول لك يا أخي طيب نحسب من وين؟ أنا شفت هذا سوى كذا، أنا شفت هذا سوى كذا. أنا أنقل لكم من المصدر مو من عندي. لما يقول لك extension يعني extension، لما تقول لي حساب الهدف الموجة الثالثة وأنت تضارب، تأخذ قاع واحد قمت واحد قاع اثنين، قاع واحد قمة، كأنك ترسم ترند لاين على الموجة واحد، قاع واحد قمة واحد قاع اثنين، أدنى مستوى اثنين جاء أروح أضرب عنده. فعلى طول عيني مفروض تروح ل 161 كهدف أول للموجة الثالثة، ونلاحظ بالملي ضرب 161 وجاك يجني نزول. البعض الآخر بتلاقون في يوتيوب وغيره يجي يرسم لك من القاع هذا للقمة هذه اللي هو على الضلع واحد بس، اي لاحظ قال لك هذه امتدت وصلت الى 200. فانبه من النقاط هذه. وبعضهم بيجيك من موجه، بتشوف واحد يقول لك اوكي لحساب الموجه هذه ناخذ من ضلع اثنين ونرسم، اوكي هذه وصلت بل تجاوزت ال 200 هي ممتده. لا هي ليست ممتده، هذا وصلت ل 161. الامتداد متى يحصل؟ إذا تجاوزت ال 161 نقول امتداد. وهنا استدل ان الموجه هذه اللي هنا تكون خامسه، ما هو الخامسه من الثالثه، قد تكون خامسه. واذا صار شيء ثاني سيناريو اخر بان نزلت الى المنطقه هذه وارتدت لفوق، ذيك الساعه نقول هذه الثالثه امتدت وهذا ضلع من الثالثه، هذا الخامسه من الثالثه. اما الان الامور واضحه وضوح الشمس، موجه ثالثه انتهت هنا صحح الى المنطقه هذه. هل واضح الشيء هذا لكم الان؟ بس خليني
انا ما ادري كيف انتقل عندي الشارت الى، هل واضح؟ الامر واضح لكم؟ ممتاز. لو ذكر لك تعال احسب لي هذا في الموجة الثانية، قلنا الموجات التصحيحية الموجات الدابعة تصير في خمس موجات، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. الموجات التصحيحية هي اللي تسير عكس الاتجاه، أي هذه وهذه، هذه الصغيرة وهذه الصغيرة وهذه الصغيرة هنا وهذه الصغيرة وهذه الصغيرة، هذه كلها موجات تصحيحية. حساب بابا بابا بابا، بدينا نخبص. طيب، خلاص. حساب الموجات هذه، اوه انا مقفل على الرسم اساس كذا. اللي صاير عندي ليه؟ طيب مو مشكلة، كلير، ريموف درونز. نكبرها شوي. حساب اهدافك الهابطة هي ما هو اداة الاكستنشن، اداة الريتريسمنت. هذا الاكستنشن، فيب اكستنشن، هذا الريتريسمنت. الريتريسمنت تبدأ من 100 من تحت والصفر فوق، وتنظر الى المستويات 23.6، 38، 50، 61.8. هنا يصح السهم تماما لمستوى 61.8. هذا معناته نوع التصحيح ايش لما يصل 61.8 واكثر؟ من اي انواع التصحيح؟ حاد. حاد، برافو. ومالك، حمزه، ايمان، تصحيح حاد. هذا يعطيك صوره مقدمه مستقبليه، برافو محمد، ايمان، كلكم صح. صورة مستقبلية عن نوع الموجة اللي ممكن صادفها في الثالثة، ولا لا؟ مو صح الكلام ذا؟ مدام هذه تكون، إذا كانت هذه حادة، إذا اثنين حادة معناتها الرابعة وش راح تكون؟ برافو إيمان، برافو مشعل، كلكم صح. أبو عبد الله، حمزة، خولة، نعم راح تصير عرضية. إذا راح تستهدف مستويات، إذا هذه وصلت 61 وأكثر، هذيك راح تستهدف أي مستويات؟ 38، برافو. ممكن تزيد، هذا كإرشاد، ممكن تزيد ال 50 وغير، لكن كإرشاد احنا نتكلم، كإرشاد. ما هو شرط يعني إن بالمئة بالمئة تصير، أهم شيء إنه ما يحصل تداخل. على فكرة خاصة في الفريمات اللحظية، ممكن تشوف خلل في الارشادات هذه. فكيف راح احسبه؟ احسب الريتريسمنت ولا لا؟ من قاع واحد الى ثلاثة، نجد ان 38% تضرب تماما ويرتد السهم منها. شوف، لاحظ مقدما كان يقول لي ايضا في إشارة إرشادية اللي هي راح يصل إلى مستويات الموجة الرابعة أو أدنى مستويات الموجة الرابعة، فلا تدخل هنا، لا تستعجل، لا تدخل هنا، لا تدخل إلا لما تشوف المنطقة هذه ضربت وصلت إلى 38. يا سلام، وش اللي بيساعد فيها أيضا أكثر؟ هذا وجود هذه. شو اللي ساعدك تحديد الموجة الخامسة؟ هذه لما تضرب القناة في الأعلى. وفي هدف آخر لما نحطه على قمة ثلاثة، ولاحظ بالملي يضرب فيه قمة ثلاثة الآن هنا، صح ولا لا؟ طيب كيف أحسب هدف الموجة الخامسة؟ أشيل الريتريسمنت، الريتريسمنت والمرجات اللي تصير عكس الاتجاه، أشيل الريتريسمنت وأخذ الإكستنشن وأسحبه من القاع هذا، بحسبه من طول الموجة هذه كلها إلى ثلاثة، طول الضلع هذا كله إلى ثلاثة، وارجع الى 4 كاساس، وابحث على 61.8 ونشوفه
ضرب 1.8 تماما، بل تجاوز قليلا ثم جاك يجني ما قدر. وكذا حددت اهداف المستقبل، المستقبل كذا يعني بدري، انا عارف هذا وين راح يروح وش بيسوي بالضبط. مو واضح ولا لا؟ برافو ايمان، قناة سعرية، نعم خولة قناة سعرية، برافو برافو، بكل سهولة. إليوت يقول لك انا سهل بسيط لا تعقدني. تجنبوا رجاء، الله يرضى عليكم، هذا تحصل كثير اشوفها. انا ما ابي الشغل هذا، ولا المتلقي يحتاج منك تحط 1 2 و3 و4 و5 وهنا واحد وهنا واحد بالموجة هذه مثلا، اجي هو انسحب واجي هنا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهنا واحد، بتشوفون ترى واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. جيفري كينيدي بتشوفونه يقول لكم كلام هذا بالضبط ترى، على فكرة 1 2 3 4 5 وهذه كلها صارت A B C، A هنا و B هنا و C. بالله عليك، الله يرضى عليك، أنا شايف أمامي الآن، أنا بكبر لكم الشاشة، هذا وش اللي أمامي، وش الموجة هذه بالضبط؟ مكرونة سباجيتي مدري عصيدة، شيء عجيب، خلطة عجيبة. أنا طمست أبو الشموع كلها، ما أدري وش حاط أنت. ثم يقول هل ترقيمي صحيح؟ لا من جد كويس، لا صحيح. ليه 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 عنده؟ يعني أنا شايف كثير مثل هذه، ودائما أقول يا ناس بالضبط غلط، هذا يشوش عليك أنت بنفسك قبل ما يشوش على غيرك، ما أنت ما راح تفهم منه شيء. وأنت صور إلى مع هذه يجي يقول لك بعد لا باقي بيزبرقها شوي الحين، يجي يقول لك شوف هذا الفايبو حق هنا، وهذا الفايبو اللي حق عفوا هذا الفايبو الاكستنشن اللي بيحدد لي الموجة سي، وهذا من A إلى B جيب لي سي. يا الله يا الله، أنا طول شغلي في الشغلات اللي في البناء، ما البناء انا مو انا اللي اشتغل فيه، بس لما اراقب الصبات والخرسانات وتمديدات الاسياخ والقواعد كذا، هذا انت ما بقى شيء، ما بقى الا تحط لي بعد على قولة طاش ما طاش، ما بقى الا تحط لي هذه هنا وهذه هنا بعد، وتسحب هذه وتمدها وتمدها بالشكل هذا بعد وغيره، ثم تقول له اوكي رقمهم، ثم حكني في رقم 4. مثل غطسني من الضحك يوم قال حكني هنا، حط على ظهره رقم مربعات، يرقبها من 1 ل9، قال شفت 5 حكني هنا. ما ارجوك الله يرضى عليك، يعني بليز 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 ارحمنا من هالشارت هذا. لا لا مو انت نور، شايف كثير ترقيم غلط صحيح خوله. وعمر الشريف صحيح والله أخوي غالب وعمر حمزة، والله والله أنا شايف شارتات اعتبار، لا 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 شايف شارتات البعض اللي من يذكرون على أنهم محترفين، بوريكم الآن. لا لا فعلا بوريكم، والله والله شايف، ويمكن أنتوا شفتوا قناة هنا ثم قناة هنا ثم قناة هنا، ثم جاب لي قناة أخرى ودخل لي إياها مدري وين هنا، ثم جاب ترند لاين ومده من هنا إلى هنا. لاحظ ترند لاين عدى قاع وراح حط على قاع اللي بعده، ثم جاب ترند لاين من هنا إلى القاع هذا، ثم جاب ترند لاين من هنا إلى القاع هذا. يا الله والله ما قدرت أشوف شيء في الشارت، ولا أعرف على أي أساس أنت وش اللي بنيته أنت الآن، وش الترندات هذه، وش الشكل الأمامي هذا بالضبط.
غلط غلط يا اخوان، والله والله غلط. يعني ما ليه؟ اي والله الحمد لله. يعني البساطة، ترى البساطة لها تلعب دور في ان تجعل رسمك احترافي. جيفري كينيدي لما يرسم، كل الشباب اللي احترفوا تحليل موجي قاموا يقلدونه بالملي. ليه؟ لان ولما ينرسم بالشكل هذا، تجد اللي برا او اللي يشوفون الشارتات يقول يا الله يا اخي رسومهم حلوه، رسومهم احترافيه. اللي يحط لك هذا هنا ويجيب لك، وانت تشوفونه في الفيديوهات، خط صغير هنا عند المنطقه هذه ويرسمها هنا. ادري يبي له اوزنه صح، ويضعه باللون الاحمر، يعرض الخط مثلا بالشكل هذا فقط وينسخ هذا. خلنا نشوف كابي بيست. لا مو ما ابي هذا كابي، ابي الخط كابي وبيست. ياخذ الخط هذا ويحطه عند المنطقة هذه، المفروض انه يحصل ارتداد هنا. على ان يحترم القمة هذه مثلا اللي هي هنا. ويمكن شفتوا انت شارتات بالشكل هذا، يطلع لك رسم. يا سلام يا سلام، عشان الالوان الموجوده هنا احمر، ممكن يخليها بالازرق بعد. بالشكل هذا خل رسمك احترافي يا اخي، خل ينظر الرسم حقك يقول يا اخي والله رسم جميل، باين عليه المحترف هذا. خلها بسيط بسيط، المطلوب لا يكسر المنطقة اللي كسرها خلاص. فإذا بسطوا الأمور، الله يرضى عليكم. الآن راح أمسح كل هذا وبجيكم النقطة مهمة. راح أروح للمانثلي. عندما ننظر لشارت المانثلي لأي سهم، لمعرفة أنت اتجاهك وين ومكانك وين بالضبط. لما يجي المحلل الموجي ترى يرقم البساط أحمدي، ترى خلاص A B C، طالما أنها صارت بالشكل هذا يقول خلاص مثل فلات. لا لا لا، بروح داخلها وبقرأ خلاص مكانها رابعة، وجت على شكل حرف M فوق هنا، وجات على شكل حرف ام في المنطقة هذه، وكسر بالحدة هذه خلاص فلات. لا 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 تصير عادة حنبلي مرة الا تدخل في التفاصيل الداخلية وتروح على الفريم مدري الدقيقة تدور داخل الترقيمات كلها. ام هو انت بموجة رابعة ولا لا؟ نعم اي نعم. ايش نوع الموجة اللي ممكن تجدها بالرابعة؟ والله يا مثلث يا فلات يا زقزاق. طيب صار زقزاق عند الموجة الثانية، ايش ممكن يصير هنا؟ يا مثلث او فلات او موجه مركبه مثلا. اوكي هذا الشكل اي واحد اقرب بالنسبه لك انت؟ اقرب لايش؟ بالنظر. بالنظر احنا نتكلم بالنظر، ترى مو لازم كل شيء تروح ترقمه بالملي. بالنظر ايش ممكن يطلع لك هنا في الموجه اللي حطيتها؟ برافو مساعد فلات. نعم خلاص انا بالنظر باين انها فلات، فانتهينا. موقعها موجه اربعه، انتهينا خلاص. فلما تشوفهم احيانا يرقمون، فتجده يجي مثلا للموجه، خلينا نشوف وين اجيب لكم موجه. خلينا نروح على فريم الويك اللي نجد فيها موجات اكثر اوضح اكثر وضوح. تلاقيه الشكل كذا بالشكل هذا، شايفين الموجه اللي هنا دي؟ خلاص هو بالنظر الآن هو جالس يرسم مثلث بالنظر. لاحظ أن القمم هابطة فوق وقيعان صاعدة من الأسفل، خلاص مثلث انتهى مثلث. هل يحتاج أنك تدخل في تفاصيل؟ يعني تروح تدخل على فريم الساعة والدقيقة والخمس دقائق على أساس أني أبحث في داخله أن شكله هذا؟ لا، دام موجود مكان منطقة رابعة مثلا، دام التبادل حصل بين الرابعة والثانية، ان هذه حاده وهذه عرضيه، وطالما ان المثلث
راح اتكلم عن المثلث، راح اتكلم بكره، لكن بعطيكم فكره سريعه الان. وطالما نتواجد في المكان المطلوب انه يكون فيه، خلاص ارسم مثلث، في شيء يمنعني ارسم مثلث؟ لذلك تجدهم سريعين بالترقيم، تلاقي يقول لك 1 2 3 مثلا 4 5 ثم 1 2 3 4 5 مثلا كذا. ويرقم، يحط الارقام ويمشي، يمشي يمشي ما يرجع لثانيه، خلاص واضح A B C D E واضح انتهى. تبي تدقق داخلها بتروح مره ثانيه الى الفريمات الصغيره وتنظر الى فريم الساعه وتشوف. هذه الموجه نفسها هنا A B C D E، هذه الموجه، هذا المثلث، وبثم 1 2 3 4 5 وبعدها جت، يا سلام خلاص. لكن الابساط احمد يخليك يعني ولما يتكلم عن الفراكتل على فكره ان الموجات تكرر بعضها، دائما تجد الموجه الكبيره تتكرر مره ثانيه على نمط اصغر منها، تدخل في تكوين نمط اصغر منها. شوف نفس الشكل تكرر مره ثانيه عند المنطقه هذه، نفس الشكل تقريبا. هل هذا مثلث صحيح ولا لا؟ ممكن نعم، هذه 1 2 3 4 5 انتهينا. الموجة اللي هنا، طيب والله ممكن مثلث، ممكن تكون هذه فلات، بحيث ان هنا كذا واللي داخلها مثلث اي وداخلها مثلث ثم صعود فوق ثم نزول في خمسة مثلا، او او او, أو عرضية اللي هي موجات عرضية كومبينيشنز او دبل زيجزاج، كل شيء وارد. لكن مثلث وجد، ارسمه مثلث خلاص. لذلك لما اجي احط لك شارتات واقول لك ابحث في هذا الرسم عن اغلب المثلثات، طيب خليني اسالكم سؤال بالنظر، بالله عليكم بالنظر، بالنظر بالنظر فقط، لو جيت وقلت لك طيب علمني يلا هذه وش الموجه دي، واحد يتحداك بدون ما ادخل تفاصيلها الداخليه، هذا وش دي من شكلها؟ برافو ايمان، فلات، حمزه، عبد الله، محمد جبور، مريم، فلات شكلها فلات. لا 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 تصير مره عادي انك تروح ابو عمر ونعم فلات صحيح، انا من النظر بانت عندي فلات يا اخي، فما احتاج اني اشكك لي بنفسي. مكانها مو مرابعه الا اللي بعدها، ما جتك موجه دافعه خامسه فوق الا، خلاص يا اخي خلاص خلاص، هي فلات، هي فلات، لا لا لا, لا تبحث عن اكثر من كذا. واضح؟ اعطوني بس نص، لا ما اكون كذاب وقد احسب على كذبه، اعطوني 3 دقائق بس، 3 دقائق بوقف تسجيل، 3 دقائق وراجع لكم. اوكي حبيبي، الله يجزاك خير. نواصل التسجيل ونتحدث عن نقطة مهمة، وهي اللي 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 هو المثلثات. والمثلثات تأتي عندنا بالأشكال هذه اللي نشوفها أمامنا، اللي راح تلاحظونها إن شاء الله، راح أتكلم عنها بعد بكرة بس بشكل سريع. وين راحت هذه؟ ملف عندكم طبعا أرسلته أنا بالمجموعة، ولكن المثلثات في السوق الصاعد والسوق الهابط هي بالشكل هذا اللي نشوفه أمامنا. هل أقدر أسحبها على المنصة؟ إيه أقدر الظاهر ولا لا؟ محمد تقدر ترفع هذا على المنصة هنا قدامي عشان أرسم عليها ولا؟ ولا أبو ريان تقدر تكتب عليها كذا؟ ما أقدر، لكن أقدر أسويه. لا ترفع في منصة، ترفع في منصة وتكتب عليها عادي بدون ما ارفع المنصة. اللي اقدر اسوينا شغل القلم هذا، هذا القلم الله يجزاك خير. وين راح الاشبالات؟ عطل افا شغلتها مرتين. والله البلشار. طيب طيب خلينا نوخر هنا بس على جنب بعدين نتفاهم معه. هذا القلم الموجود، اوكي وين راح؟ لما يقول لك في الاتجاه الصاعد، اين الاتجاه اصلا جاي؟
الأسفل ناخذ خط، ناخذ لون الأزرق زي ما هو مرسوم عندنا. الاتجاه الصاعد أي أن السهم ماشي بالاتجاه هذا 5 موجات، ثم يبدأ يهبط في مثلث خطير ويستغرق مدة طويلة أحيانا، ممل، وتشتري في منطقة زي هذه تعتبرها أن خلاص راح نروح موجة دافعة، وراح يدخلك في خط خريص ماشي بهالشكل هذا بشكل ممل، يبهدلك بهدلة، الناس طارت راحت فوق وانت جالس ما انت عارف شو اللي صاير. عندك اكتمال وترقيمات التركيبات الداخلية A B C A B C A B C A B C A B C، وكل ال A B C ترقم بحرف A، وال A B C اللي بعدها B، وال A B C اللي بعدها C، بعدها D، بعدها E، وثم يباشر صعوده في نفس الاتجاه صاعد، وتصبح هذه موجة رابطة، والشكل اللي أمامنا خمسة موجة رابطة خمسة، هذا معناته زجزاج صح ولا لا؟ أماكن تواجده راح نلقاها في البي من الزجزاج، في الموجة الرابعة، وفي موجات مركبة أيضا يوجد في موجة واي راح أتكلم عنها بعدين، الآن نترك الموضوع لبكرة، لكن هذا هو شكله في اتجاه الصاعد. أما في الاتجاه الهابط فتجده جاي من أعلى نازل في موجة A، ثم فجأة تلاقي يمشي بشكل عرضي في بي، ثم يواصل نزول مرة أخرى في الموجة سي، أو ممكن تكون هذه موجة الثالثة، ثم فجأة تلاقي يمشي بالشكل هذا هنا، ثم الموجة الخامسة اللي هي تصير هذه رابعة، وثم الموجة الخامسة إلى الأسفل. وين رقم هذا؟ ألقى كثير من الأخطاء لما يكون عنده مثلث يجي يحط الأربعة هنا، هل هذا صحيح؟ بعدين هل هذا صحيح ترقيمه في المنطقة هذه؟ لا طبعا، لا، برافو، ما هو صحيح. ليه؟ لأن الشكل والنمط اللي أمامي ينتهي بالضبط عند الحرف الإي، فالأربعة تجي هنا عند حرف الإي، ونقول هذا النمط الموجة الرابعة انتهت هنا، نقول الموجة بي انتهت هنا، ونستكمل النزول. ولذلك أنا ذكرت لكم لما يحصل تداخل بين موجة مثلا واحد أو غيره والضلع A من المثلث، هذا لا يعتبر تداخل لأن نهاية الموجة هي أساسا هنا، هذه اللي المفروض انها ما تتداخل. واضح؟ ممتاز. إذن هو نمط تصحيحي ويوجد منها اشكال متعدده، اللي هي في العمود هذا اللي هنا، العمود هذا اللي هنا هو تجده في النمط او في الموجات موجه رابطه في الاتجاه الصاعد، العمود اللي هنا هي موجة رابطة في الاتجاه الهابط، تجده بإشارات الأسهم الموجودة هنا توضح لك أن هذا اتجاه هابط، هابط، هذا اتجاه صاعد، أي تسير عكس نفس الاتجاه. منها مثلث متماثل، ايش معنى مثلث متماثل؟ أي كلما اتجهنا في ضلع منه كلما قصر الضلع هذا، وصل إلى قمة وقع أنزل من اللي قبله بكل الاتجاهين، الهابط والصاعد بالشكل هذا. أيضا مثلث هابط، مثلث الهابط اللي يكون جزء منه مسطح يسمى barrier triangle، اسمه barrier triangle، الجزء منه مسطح هذا، والجزء والضلع الآخر مائل، يأتي أيضا بالأشكال هذه، أي يكونون على نفس المستوى الموجات هذه اللي هنا، أيضا هنا يكون الموجة B و D على نفس المستوى، وهنا الـ A و C وقد تكون الـ E على نفس المستوى. طيب، وثم عندنا هنا ما راح أدخل في قواعد أو غير هذا نتكلم عنها بكرة، ولكن عندنا أيضا المتسع،
المتسع، بأن أضلاعها تصبح تتجه إلى الاتساع، كل موجة أطول من الثانية، كل موجة أطول من الثانية، وهذا متعب ممل يطفش، ما تعرف ايش يصير. تلاقي السهم صاعد لفوق وخلاص انتهى التصحيح، تلاقي فجأة سحبك، كل مرة ينزلك في عمق أكبر. النزول الأول كان لهنا، النزول الثاني كان لهنا، النزول الأول كان لهنا. في كل مرة تلاقي النزول يكون أعنف من المرة اللي قبلها. هذه هي الأنماط الأربعة الموجودة للمثلث. بقي نقطة واحدة وراح أتكلم بتفاصيل بكرة، لكن نقطة واحدة مهمة. عند ملاحظة وجود المثلث انتبه لهذه، حطها حلق بودانك، مثل ما كان يقول أبوي الله يرحمه، حط هذه الكلمة حلق بودانك، يقول حط الكلمة هذه حلق بودانك. عند وجود المثلث ثق ثقة تامة بأن ما يتلوه، حتى لو ما كنت محلل موجي، أنت من نفسك مفروض تنتبه، تعرف الشيء هذا. عند وجود المثلث ثق ثقة تامة أن المثلث هذا يسبق آخر حركة، أن ما يتلوه سوف يكون هو آخر صعود أو آخر هبوط. واضح؟ أي ما شفنا السهم يتحرك فجأة مثلث، نهاية المثلث تقول لي هذه، ترى اللي بعدي هذا راح يكون آخر شيء، آخر حركة، بعدها في اتجاه عكسي، مثل ما يحصل في المنطقة هذه. تلاقي صاعد فجأة وأنا لخبط، ولا ماني عارف هذه موجة وش اللي جايتني، دي مثلث ولا احنا كم باقي من الصعود في السهم هذا؟ هذا المثلث يقول باقي لك صعود واحد فقط، انتهينا. واللي يحدث من نهاية الإي دائما ثراست، انفجار سعري، انفجار سعري يحدث عند المنطقة هذه. بنتكلم بكرة بشكل مفصل يعني، إن شاء الله يعني ما في ذيك المعلومات، لكن متشابه مع القطرية بس نمط مختلف. نعم متشابه مع القطرية خولة، لكن ماشي بشكل عرضي. القطرية اللي هي وين راحت لوحة الرسم؟ القطرية إنها تكون في الاتجاه الصاعد أو في الاتجاه الهابط، أما هذا يكون محصور بين قناة، بين قناة سعرية بالشكل هذا. كل المطلوب إنك بالنظر بس تنظر له على الشارت وتقول والله أنا لاحظت كأن في هنا نمط تصحيح اللي صار عندي هنا. ليه كذا؟ ليه توزعت الشاشة عندي أنا؟ فلذلك وين ما تلقاه هو دلالة على أن الصعود اللي راح يجي بعده، ترى على فكرة ترى ممكن يكون ممل طويل، يعني يجي واحد يقول الموجة أربعة خلاص أنا أعتقد أنها هذا هو هنا المثلث، وهذا هو انتهينا A B C D E صح؟ أقول لك شوي شوي انتظر، لما ترجع لورا كذا شوي، صغر الشاشة، ارجع على الفريم أكبر، قد تجد أحد أنماط المثلث بس أكبر. هذا ولا شيء، هذا قد لا يكون هو المثلث، قد تجد هذا هنا بالشكل هذا مثلا، بالشكل هذا متكون هنا، ويكون هو النمط الكبير المتحكم بالحركة اللي أمامي دي، ما هو حسب ما كنت أنا أنظر هنا، وإن اللي حاصل هنا ما هو مثلث، هذا في شيء آخر، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بس أنا عيوني شبهت لي إنها في مثلث مثلا، أو ممكن تكون فلات أي بي سي أي بي سي ثم خمسة فوق مثلا. فلذلك وجب الانتباه، لأن إذا صدت بدقة راح تعرف إنه يقول لك أنا اللي راح اللي سي ما سيتلو هذه الحركة هو موجة دافعة تعتبر نهاية الحركة، هذه الموجة هذه دلالة على أن هذا السهم هو يسير الآن في موجة أخيرة، في موجة أخيرة سيتلوها تصحيح. فقد يكون واحد اثنين ثلاثة، احنا ثلاثة مرة أربعة خمسة، قد يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذه الخامسة بقياسات الفايبو طبعا راح تتضح لك. أنت أكيد راح عندك الموجة الأخيرة هنا،
ولكن ابعادها بالفايبر راح تعرفها. فلننتبه من الحركه هذه ممكن تصير، لا تقرب الشاشه بالشكل هذا وتنظر لاي موجه وتقول هذه انا شايف مثلث، قد يكون ما يكون هو مثلث، قد يكون في نمط كبير يتشكل في المنطقه هذه. لا ايضا هذا فيما يخص المثلث راح اتكلم عنه بتفصيل اكثر ان شاء الله. اللي ابي انبه له ايضا، المحللين الموجيين يلجؤون كثير دائما انه يتفادون الشموع الا في مناطق طبعا يحبون الشموع اكيد، لان هي يستفيدون منها وين؟ مناطق انعكاسيه، لما يشوف انجلفنج صار هو اشاره انعكاس، لما يشوف انجلفنج صار هنا اشاره انعكاس نزول، لما يشوف انجلفنج في المنطقه اشاره مثلا ارتداد لفوق، لما يشوف موجه مثلا خلينا نقول انجلفنج في المنطقه هذه ايضا النزول المفروض يكون في ارتداد، لكن مش قلنا اذا صارت الانجلفنج موجوده ومشت بنفس الاتجاه ما رجعت لفوق هذه اشاره لقوه النزول اللي راح يصير، ممكن الهرمي يصير بالشكل هذا يعطيني انعكاس. فالشموع تعطيه ايضا المحلل الموجي دلاله على ان في انعكاس راح يحصل، شوف هنا الهرمي. فمهمه لكن في الترقيم لكي لا يصبح الواحد شوف الشكل هذا، شوف الحين الشموع بالشكل هذا دخلك متاهات من ناحيه ايه، وين بدت وين انتهت، وهذه القمه الصغيره وشي وهذه وشي وهذه وشي وهذه. فهم يروحون ياخذون البارز، تذكرون صوره الجبل اللي حطيتها في اول درس، خلاص في البارز ياخذون المعالم الرئيسيه للموجه بدون الدخول في التفاصيل، المعالم الرئيسيه للموجه هذه، المعالم الرئيسيه. فيقول لك انا شايف والله 1 2 3 4 5 خلاص انتهيت، ما بيدخل انا في التفاصيل الثانيه. لذلك هي بالنسبه لهم اسهل. وايضا من ناحيه المثلثات بالنسبه لهم اسهل انها يتم اصطيادها بالشكل هذا، مثل ما حدث هنا لو كنت حاط شموع يمكن تشوش عليك شوي، هذا لا شوف بين ان عندي مثلث صريح هنا في المنطقه هذه. طبعا ما اتكلم في كل شيء يخص المثلث الى الان، فتقول لي باقي النقبه هذه باقي القاعده هذه باقي كذا، فبين لي مثلا ممكن يكون في مثلث في المنطقه هذه، ممكن اقول لك، وممكن يكون اشاره الى ترى ان شوف الموجه اللي بعدها هذه راح تكون موجه اخيره، لكن في نمط اخر تشكل طبعا وابطل هذا، انا اذكر الموجه هذه تماما. لكن ننتبه من الاشارات هذه، يعني ممكن الموجه هذه اللي تنظر لها انت الان اي بي سي او رننج فلات او غيره، اقول لك لا 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 هذه صدقني راح تلاقيها مثلث بسيط هنا مثلا. بس ما اجي اختار مثلث يكون في كل موجه، لازم اعرف اماكنه، وجودها في بي، وجودها في الرابعه، وجودها في الواي من دبليو اكس واي. هذه تعطيني دلاله انه اوكي 1 2 3 مثلث الرابعه الخامسه هذه اللي صار فوق مثلا. فتعود النظر من الليله، قلب الشارت اللي امامك واذكر اماكن تواجده وين. لا تجيني في الموجه 2 تقول لي بدور مثلث، اقول لك ما فيها مثلث من الموجه 2، تعال في الموجه 4، تعال في الموجه بي هنا دورها، قد يكون موجود فيها مثلث، قد يكون عندي مثلث كبير وانا ما منتبه له مثلا بالشكل هذا. ما هو شرط، ها ما هو شرط، لازم تدقق الرسم عشان تعتمد اذا هذا مثلث كبير ولا لا، لازم تعتمد الرسم اللي امامك. فممكن يكون عندي هذا، بمعنى ان هذه ممكن تكون دافعه. كيف اعرف دافعه؟ لو بس مشيت كذا، خلاص قلنا ناخذ معالم رئيسيه، 1 القمه دي، 2 تحتها، 3 وصلت لهنا فجوه صغيره، 4 وصلت لهنا، 5 هذه فجوه موجوده هنا وفجوه هنا، طيب كويس اللي بعدها كموجه رابطه ايش قلنا؟ ممكن تكون هذه بي زقزاج مثلا.
وتجد ان هنا مثلا في نهايتها واحد واثنين وثلاثة، والثلاثة فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة. لاحظ نمشي على المعالم الرئيسية الموجودة بدون ما ادخل التفاصيل الداخلية، خمسة ثم اي بي سي ثم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. فهو جاء قبلنا ليعلن ان الموجة اللي جاية تراها راح تكون هي الاخيرة، بعدها راح يكون في نزول. واضح؟ يمان الأولى والهامسة الخامسة، هذه قطرية المثلث بالرابعة أو في بي. الآن دخلتيني في طلاسم الأولى والخامسة. بكرة بدخل في تفاصيل الفايبو والتطبيقات على ونشوف الفيديو لروبرت لجيفري كينيدي، ونشوف المستويات الفايبو، ونشوف بعض الإرشادات اللي تتعلق فيها. على اساس بس الان اعطيكم فكره سريعه، ولو انه ممكن نص المحاضره حقت بكره هذه قدمتها الان. بس ايمان الاولى والخامسه هذه قطريه، قطريه المثلث او في الرابعه؟ هل توجد قطريه في المثلث؟ وين اماكن القطريه؟ وين تتواجد القطريه؟ في اي اضلاع تتواجد القطريه؟ برافو، واحد وأيضا خمسة خولة. برافو إيمان، الأولى والخامسة. وين بعد؟ في برافو حمزة، في A أو C. مشاعل برافو، في A أو C. ثلاثة لا، ثلاثة لا، في A أو C. برافو خولة، برافو عهود، برافو إيمان، كلكم ممتازين. إذا لما أنظر إلى تركيبات المثلث ممكن تكون فيه قطريات، بس بعدين نتكلم عنها بكرة. بكرة نتكلم عنها. الآن بس أعطيكم فكرة سريعة عن طريقة أستخدمها أنا، ونخليها بعدين. إيش رأيكم؟ خليها بعدين وانهي لهنا، استقبل أسئلة. يدري فيك عجل حمود. الفايبو، الفايبو تكلمت عنه حوله، اللي هو الفايبو تكلمت عنه في بداية التسجيل هذا، أعيده بشكل سريع. قلنا عند النظر إلى موجة اللي أمامنا هذه، قلنا البعض الموجودين في السوق أو نشوف محلون يوتيوب غيره تويتر لهم أساليب وطرق لتحديد الموجة، وأنا أتحدث عن موجة دافعة. فتجد هذه الموجة الدافعة هنا، إلى درجة تصير بينهم هوشات وخلافات، وأنت صح لا أنت غلط، أنت ما تفهم، أنت ليه ما أدري، الله يهديهم. هذه الموجة، ولما أشوف إطارها إنه إطار موجة دافعة فأوكي، بيقول لك بحسب بالفايبو. وقلنا طريقة حساب الهدف الموجة الثانية بعد ما تحقق الأولى هدفها، ولما تحقق الموجة الأولى هدفها، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أقول والله ببدأ أحسب الآن أهداف الموجة الثانية، فآخذ أداة الريتريسمنت، ريتريسمنت فيب ريتريسمنت، آخذ من طول الضلع هذا اللي تشكل لي هنا، واحد المية في الأسفل والصفر فوق، وأبحث إلى مستويات الفايبو الخاصة في الموجة 2 23.6 32.8 50 61 أكثر، وقلنا نسبة 70 وشوي في المية هي تتجه دائما للمناطق ال 61.8، وفعلا 61.8 ضربت فيها تماما واحترمتها وارتد السهم. ويسمى إذا صححنا ل 61.8 أن هذا تصحيح، تصحيح من نوع أنواع التصحيح الحاد، من أنواع التصحيح الحاد. ولاحظنا في البار شارت بدون ما ادخل في التفاصيل، انا ادخل في الحركات الرئيسيه اللي اشوفها قدامي، نزول 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 نزول، سوالي طعجه هنا، صعود صعود صعود، سوالي طعجه او عكفه صغيره هنا، ثم نزول ثانيه وسوالي هذه هنا. هذه اشاره بالنسبه لي انا، خلاص بدون ما ادخل في تفاصيل دقيقه،
هذا النزول كان فيه A، هذا الصعود كان فيه B، هذا النزول كان فيه C. صح ولا لا؟ وقلنا للدخول بالثالثة بنرسم مثلا للتأكد انها، لما نرقم لا تكون، لا تجزم 100%، لو قال لك واحد وش هذا التقييم؟ هل هي كذا ولا كذا؟ هل هي ثلاثة ولا غير؟ لا قول له لا لا، ما انا اقول لك هذا القناة، هذه القناة من قاع واحد الى قاع اثنين الى قمة واحد. فإما انه يتجه من هنا في 5 موجات محترما القناة هذه، حينها أقول هذه موجة ABC ولا لا؟ أجي أخذ الـ ABC وأقول هذا هدف الـ C، طالما عندي الـ A وهذا الـ B، هذا هدف الـ C هنا somewhere هنا. وإلا ممكن تصعد فوق القناة هذه هنا، وإذا صعدت فوق القناة هذه أول دلالة وإشارة إلى أن تواجد في الثالثة، وأيضا كمان تلقون فيها ايش الفجوات هنا، اذا وجدت الفجوات هي دلاله وجود الثالثه. فاذا صعدت لفوق يعني ترقيمي اكتب A او 1 2 او B 3 او C، ليه؟ لاحتمال وجود الموجتين هنا. طيب الثلاثه لكي اتحقق منها انها وصلت للثلاثه وش اسوي؟ الان لنفس الاتجاه نستخدم الاكستنشن، عكس الاتجاه نستخدم ريتريسمنت. فاسحب من قاع واحد نفس ما رسم، كاني ارسم القناه، شفت القناه السعريه نفسها، قاع واحد الى قمه واحد الى قاع اثنين، وابحث عن مستوى 61.8 وما فوق، القاه بالملي ضرب 61.8 وبدا يجني من عنده. فهنا اقدر انا على طول اخذ واقول انا هذا، هذه الرابعة وهنا خامسة مثلا. قد يكون التصحيح إذا كان هذه زجزاج هنا، قد يكون التصحيح اللي هنا تم بفلات مثلا، ممكن هنا ممكن يكون التصحيح اللي تم هنا هو كان بفلات، معنى هذه القمة تكون هي اللي قبل هنا. المهم أو تصحيح مركب ممكن تلقاه في المنطقة هذه أيضا، أو مثلث ممكن يجينا في المنطقة هذه، لذلك هذا ما اقول لك مثلث. ليه؟ لانه زجزاج زجزاج، لا بس ممكن يكون عندي مثلث، هذا A B U C D U E. طيب هدف الرابعة كم بيكون اذا هذه حادة؟ الرابعة وين تراجع الى اي مستوى؟ من نفس القاعة، شوف كل الموجات هذه الان اؤسس من نفس القاعة، ما ابتعد الى قمة ثلاثة، ابحث عن 38، هذه 38 ضربت بالملي وتجاوزت تقليني ثم ارتد السهم. الموجة في نفس الاتجاه الخامسة أحسب اكستنشن، أحسب من هنا من قاع نفسه هذا إلى قمة ثلاثة إلى قاع أربعة، الآن آخر قاع تشكل عندي ويعطيني 61.8 ضربت تماما. هذه حينها أنا أعرف لو تشكل قاع أربعة قناتي هذه يجب أن تتحرك وتلامس قاع أربعة وتلامس قاع اثنين، ما علي من واحد، قاع واحد ما يهمني، تلامس قاع اثنين واربعة قمة واحد، يعطيني التجاوزات هذه هي إشارة وجود الثالثة، يعطيني الخامسة إنها تضرب الحاجز العلوي هذا هنا. وممكن لو تجاوزته مثل ما حصل هنا نحط على قمة الثالثة، لو حطينا على قمة الثالثة نلاقي بالملي ضرب هنا. واضح؟ هذه الأساليب ليه؟ لأن تجي لبعض الفيديوهات المقاطع تجد البعض يستخدم أساليب مدارس أخرى، أو بعض الأفكار اللي يبتدعونها ويسوونها، يقول لك والله بحسب من هنا من طول اثنين، من طول الضلع اثنين وخلاص ببحث عن الهدف هنا، يقول لك الحين صارت ممتدة، لا مين ممتدة، استنى يا أخي، أو يجي من قاع قمة واحد إلى قاع واحد. وكان لي مقاطع سابقا كنت احسبها من قمه واحد الى قاع واحد، ولكن صححت المعلومه ليه؟ لان عند رابر براكتر فيقول لك 61.8 هي الثالثه من الثالثه،
هذه راحت فوق الى 261 الى ما ادري كم، الى 200. لا، الاسلوب اللي وريتك اياه هو اللي تبع رابرت فراكتر وجيفري كينيدي وغيره. تختلف اساليب حساب الموجات من شخص لشخص، لكن اللي وريتكم اياه هذا هو المعتمد واللي هم يسوونه، لان مشيت وراهم بالضبط. هذا فيما يخص القنوات السعوديه او مستويات فايبر. واضح الان؟ واضح واضح ممتاز. يا ابو ريان، واضح، كله واضح.